قصف جوي على عدن، هذه المرة ليس ضد ميليشيا الحوثي وصالح، بل على قوات رئاسية تتبع الشرعية، حيث قصفت طائرة مروحية خليجية من طراز أباتشي قوات تابعة للحماية الرئاسية، وتركز القصف على منطقة اشتباكات دارت في تقاطع الرحاب بمدينة خور مكسر. مصادر عسكرية قالت إن تدخل الطائرة الخليجية التي يعتقد أنها إماراتية أتى بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات وقوات الرئاسية، على خلفية رفض جنود الرئاسة تسليم نقاط عسكرية للحزام الأمني بموجب اتفاق بين الجانبين. الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت في الشيخ عثمان بعد محاولات الحزام الأمني أخذ ملعب 22 مايو وسرعان ما امتدت إلى حي العريش بخور مكسر المحاذية لمطار عدن. أدت الاشتباكات بين الطرفين بحسب مصادر طبية إلى مقتل مدني وإصابة آخرين، وقالت مصادر محلية إن 3 مدنيين بينهم طفل جرحوا إثر تطاير شظايا صاروخ أطلقته الطائرة الخليجية. شهود عيان أكدوا انتشار حالة من الهلع في مدينتي خور مكسر والشيخ عثمان، وتسببت الاشتباكات في فرار البعض من المنازل الواقعة في مناطق الاشتباكات. ليست هذه أول مرة تشهد فيها عدن اشتباكات بين الحزام الأمني وقوات الرئاسة، فقد سبقتها مواجهات بين الطرفين في فبراير الماضي حول حماية أمن مطار عدن، لكن الاشتباكات الأخيرة جرت في ظل غموض رئاسي وتجاهل القوات السعودية الموجودة بعدن.